بالله عليكم فكروا هكذا بنور بصيرة، ألا يلفت النظر أن أكثر من قام لرسول الله وأطول مدة قضيت في مناصبة رسول الله العداء أيها الإخوة، أن الذي باء بإثم هذا أبو سفيان بن حرب 23 سنة لم يسلم إلا يوم الفتح، وعلى شك لقد صار ملك ابن أخيك يا عباس عظيمة. قال له ويحك يا أبا سفيان إنها النبوة، مش مصدق. أبو سفيان 23 سنة ضد الإسلام وأسلم مع الطلقاء، عجيب. بعدين بعد الرسول مين يجي؟ مخطط، لأنه خطة، يأتي أخوه وصهره وابن عمه الإمام علي عليه السلام. من الذي يخف له من بين كل هؤلاء؟ حتى الرمخ الأخير معاوية ابن أبي سفيان. لا مش عجيب بالنسبة لي، مش عجيب بالمرة، طبيعي جدا. زي ما قال الإمام الخزويني، قال أبو سفيان للنبي ومعاوية لعلي ويزيد للحسين، عداء مستمر متأشب متأثر يا جماعة، صح ولا لا؟ الحكاية مش بالتوفيق جاي هيك والتبديل بالصدف والاتفاقات، لا 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 لا، حقد متأصل. أبو سفيان 23 سنة لرسول الله، معاوية لعلي طيلة خلافة علي حتى ذهب شهيدا سعيدا حميدا، ويزيد اللعين لعنة الله عليه اليوم الدين للحسين حتى فعل به وبأهل بيته الأفاعيل، ومش الحسين وبس، وأهل مكة وأهل المدينة كمان. ما شاء الله، حب الإسلام هذا. ما من أين خرج يزيد؟ من أين؟ من بيت معاوية. من أين أتى معاوية؟ من بيت أبي سفيان. المسائل واضحة يا جماعة، لكن لا نحب أن نفكر، لا نحب أن نقدر. قال أبو سفيان ابن حرب وأشياع بني أمية الملعونين، المفروض الملعونون هنا عاد، مدام أبو سفيان الملعونون، في خطأ أكيد، هذا مش من طبري، أكيد هذا تصحيف أو من أصل الكتاب هيك في خطأ من المنشئ. الملعونين في كتاب الله، ثم الملعونين على لسان رسول الله في عدة مواطن وعدة مواضع، لماضي علم الله فيهم وفي أمرهم ونفاقهم وكفر أحلامهم. فحارب مجاهدا عليه السلام يعني، ودافع مكابدا، وأقام منابدا الرسول عليه السلام، حتى قهره السيف وعلى أمر الله وهم كارهون. فتقول بالإسلام غير منطو عليه، لا لعله كان يعني حتى أبا سفيان، كلمة مجاهدة غرتني هذه، وأسر الكفر غير مقلع عنه، فعرفه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. لذلك الإمام علي عليه السلام لما توفي رسول الله وحصل ما حصل في سخيفة بني ساعدة، وجاء أبو سفيان يعير الإمام علي ويقول له: ولا يقيم على خسف يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد، ذاك مربوط على الخسف برمته، وذاك يشج فلا يرثي له أحد. لو شئت، يقول الإمام عليه السلام، لملأتها عليهم خيلا ورجلا. قال له اسكت، شوف الإمام علي، قال له أنا معاك يا علي بن حسن، على مين بتقلب؟ قاعد بقلب على أبي بكر وعمر وأبي عبيدة، فالهذول أخذوا أنا معاك، إحنا أقرب، شو مين هذا من بني تيم هذا وبني عدي هذا أو عبيدة الجراح؟ أنا معاك، لإن شئت لأملأنها أو ملأته عليهم خيلا ورجلا، ونخذها منهم من غصب عنهم. قال له اسكت يا أبا، شوف علي، علي الحق، بده الحق، اسكت، وعارفه لا يريد الحق بهذا، يريد تمزيق الأمة وتفجير الأرض الإسلامية. اسكت فلا طالما بغيت الإسلام وأهله شرا. قال جاي تغضني عن نفسي أنت؟ أنا أقول لكم والله الذي لا إله إلا هو، علي يعشق الحق، علي هو الحق شيء واحد، والنبي قال هذا، علي مع الحق يدور حيث دار، ما في كلام. أنا أقول لكم هذا من خلال تجربة البسيطة الشخصية. على فكرة أنت من خلال تجاربك تستطيع أن تفهم ما لا يفهم بالكتب كذا، وتفهمه على قد ما عندك، على قد طوقك. يعني الآن مثلا يتألبون علي إلى آخره، لا يمكن يخطر على بالي مثلا أنني أنتحل عقيدة أو أتخذ موقفا لا أؤمن به كيادا له، مستحيل، أبدا أبدا لا أفعل هذا أبدا، وأخسر كل شيء، ما أفعل شيء، ما أقدرش أضحي بالحق الذي أعتمده من أجل أن أكيدهم، ما أعملهاش، وعلي ما يعملهاش. لك لا بدي خلافة ولا بدي نصرة منك يا أبو سفيان، بس أنت لا تريد الحق، أنت مبطل. ولطالما بغيت الإسلام وأهله شرا. اليوم صرت الناصح الأمين يا أبو سفيان، قال له علي شو حليب، شيء عجيب الرجل هذا. اليوم لا، بعض الناس مستعد يحط إيده في يد الشيوعيين، في يد الملاحدة، في يد أعداء الأمة من أجل الكياد لك كمسلم،
عجيب، مش معقول، هذا علي. المهم، فعرفه بذلك الرسول والمسلمون، وميز له المؤلف قلوبهم، نعم، فقبله وولده على علم منه. النبي عارف من هو معاوية ومن أبو سفيان. فمما لعنهم الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابا قوله: والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ولا اختلاف بين أحد أنه أراد بها بني أمية، طبعا في كلام فيه نظر. ومنه قول الرسول عليه السلام: وقد رآه مقبلا على حمار ومعاوية يقود به ويزيد ابنه يسوق به، لعن الله القائد والراكب والسائق. ومنه ما يرويه الرواة من قوله: يا بني عبد مناف، من هذا أبو سفيان، من قول أبي سفيان: يا بني عبد مناف تلقفوها تلقف الكرة، فما هناك جنة ولا نار. قال لهم: لا وحي نزل ولا أي أمر أتى، وهذا كفر صراح يلحق به اللعنة من الله، كما لحقت الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى آخره. ومنه ما يرون من وقوفه على ثنية أحد بعد ذهاب بصره وقوله لقائده: ها هنا ذببنا محمدا وأصحابه. الله أكبر، ذببنا محمدا وأصحابه. ومنه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم فهجم لها: فما رؤيا ضاحكا بعدها، فأنزل الله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فذكروا أنه رأى نفرا من بني أمية ينزون على منبره، أي نزو القردة. ومنه طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم ابن أبي العاص لحكايته إياه. إيش لحكايته إياه؟ الحكم حكى النبي. إيش حكى النبي؟ قلده في مشيته، التفت النبي رآه يمشي كما يمشي النبي، النبي كان يمشي كأنما يتقلع فهو يمشي زيه، فالنبي يقول له: كن كذلك. فظل يختلي في مشيته إلى أن لقي الله لعنة الله على البعيد. ولذلك الحسن بن ثابت قال له: إيه؟ إن المخلج آباءك، قال له: فرمي به، إن ترمي به ترمي مخلجا ملعونا. قال له: المخلج أبوك يا مروان ابن الحكم. مروان عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاصي، صح عنه عليه السلام أنه قال: إن آل أبي فلان ليسوا أوليائي، إن أوليائي إلى آخره. من هم بالذات؟ قال إيه؟ العاص هؤلاء، ابن أبي العاص هذا الحكم لحكايته إياه. وألحقه الله بدعوة رسوله آية باقية، ها جابها، حين رآه يتخلج فقاله: كن كما أنت. فبقي على ذلك سائر عمره يتخلج اللعين، إلى ما كان من مروان في افتتاحه أول فتنة كانت في الإسلام. مروان هو سبب الفتنة على سيدنا عثمان، هو الذي قضى عليه، مروان الخبيث هذا، وهو الذي قتل طلحة ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين، قتله وقال: خلاص لا أطلب اليوم بدم عثمان أحدا، اشتفيت. طب لماذا هذا مروان تسكت عنه وتروون عنه الأحاديث وقتل أحد الصحابة العشر المبشرين؟ لعنة الله على مروان وعلى أبيه يا أخي، لعنة الله على مروان وعلى أبي مروان. هذا حيقول لك: شفت عدنان؟ هيو بذيء اللسان، مروان هذا ظل عاش ومات وهو يلعن عليا على المنابر ويأمر بلعنه، وهو الذي قتل سيدنا طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة. لا يغضبون لطلحة، ما في مشكلة، ولا للزبير ولا لعلي ولا لفاطمة ولا لعمر حتى وبكر، يغضبون لمعاوية غضبا شديدا. هتقول لي: ايش الكلام، انت تجازف، انت مجازف يا عدنان. لا لا لا، انا اقول لكم والله لا يغضبون حتى لعمر من اجل معاويه. معاويه لا معاويه مقدم في الاخير. وكيف الكذب هذا؟ الكذب في صحيح البخاري حين قال معاويه في المدينه وهو ياخذ البيعه الى ابن يزيد بالحيله والخديعه والمكر، وينظر الى عبد الله بن عمر يقول: ومن كان يرى انه احق بهذا الامر منا فليطلع لنا رأسه أو قال قرنه، فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. يعرض بمن؟ بعمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه. فابن مسلمة قاعد إلى جنب عبد الله بن عمر قال له: أجبه، يعنيك هذا، بتحدث عن أبيك. يستخف معاوية، يستخف بعمر، والحديث في صحيح البخاري مش في كتاب أدب ومش عارف إيه. قال لك: يا عدنان لما تتكلم ما تجيبناش من كتب الأدب، بالله عليكم، بالله عليكم جيبوا لي درس واحد أنا استشهدت في بالثعالبي أو بالثعلبي أو بعبد ربه أو بهذا. احنا كل نصوصنا حبيب من كتب الرجال والحديث، هذا في صحيح البخاري. فليطلع لنا قرنه فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. قال عبد الله بن عمر: فحللت حبوتي أو حبوتي وهممت أن أقول له
أحق به منك ومن أبيك، أو منك من قاتلك وأباك على الإسلام. صدقت حالك يا معاوية الحين أنك صرت شيء كبير كذا؟ أنت طول حياتك كنت تحارب أنت أيه وأبوك على الإسلام، وإحنا حاربناك على الإسلام، ولعلهم دخلوا فيه وهم كارهون. أيها الإخوة، قيس بن سعد بن عبادة قال لهم، قال له أنت دخلت في الإسلام كرها وخرجت منه طوعا. هنشوف الدرس الجاي ماذا قال الصحابة في معاوية. أبوه الحين منلاش معاه مشكلة، كلام في معاوية. هنشوف ماذا قال الصحابة في الآثار القوية إن شاء الله في معاوية. لو دخلت في الإسلام كرها وخرجت منه طوعا، قال له أحق به منك ومن أبيك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تسفك الدم وتفرق الجمع وينقل عني أو يحمل عني غير ما قلت، فذكرت ما أعد الله للصالحين فجلست. ولا في البخاري هذا، لماذا لا يغضبون ولا يثورون حمية لعمر رضي الله عن عمر؟ يستخف به، يتحدث عنه باستخفاف معاوية، منك ومن أبوك، يقول له تخيل أن عمر استشهد خلاص، أو معاوية استشهد، عفوا عثمان، عمر من زمان ما شهيد، إيه أنت وأبوك، يقول له معناها أنت عمر مش 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 كبير في قلبك يا معاوية. وين كبير ولا كبير، ما عندوش كبير. حتى الرسول حتشوف الأحاديث الصحيحة يسخر من أوامر الرسول، حينجنوا هم، استنوا بس انتظروا إن شاء الله، كل شيء بالتخريج والكتب هكذا يسخر من أوامر الرسول. محمد قال هيك، خليه يقول ماشي الحال، ما عنديش مشكلة. هتسمعوا أشياء مخيفة عن معاوية، مخيفة. نعود. المهم، ومما أنزل الله إلى مروان في افتتاحه، أول فتنة كانت في الإسلام واحتقابه لكل دم حرام سفك فيها أو أريق بعدها، ومنه ما أنزل الله عن نبيه في سورة القدر، إن أليك خير من ألف شهر من ملك بني أمية، ومنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بمعاوية ليكتب بأمره بين يديه، اللي هو حديث ابن عباس في صحيح مسلم، قال له ادعو لي معاوية، ادعو لي، روح نادي لي إياه. قال لك يمكن ابن عباس راح تطلع من خزق الباء، عباس هذا غلام لقن فطن زكن، ادعو، فهم يعني، روح طق الباب قل له يا معاوية رسول الله أرسل في أثرك يدعوك. يتمحلون الأعذار أبرد من الثلج والله العظيم، وأسخف من السخف، يمكن راح، يمكن شافه، يمكن شافه من خزق الباب، يمكن رجع، إيه الهبل هذا. وعلشان هيك النبي كان نزقا ومتقلل المزاج، فراح دعا عليه دعوة اللي هي قال لا أشبع الله بطنه وأصابته، لا، راح ابن عباس وقال له رسول الله يدعوه، قال له أنا بأكل، بأكل مش فاضي، في صحيح مسلم. عشان هيك النسائي استشهد بسبب هذا الحديث، في رواية قال لهم هل له فضيلة إلا لا أشبع الله بطنه؟ النبي دعا عليه، النبي دعا عليه هذا الرجل، من يستجيب لله ورسول إذا دعاكم لما يحييكم، وأنت تقول بأكل، أي بأكل، أي ذكرها المعتضد في كتابه نعم، دعا بمعاوية ليكتب بأمره بين يديه، فدافع بأمره واعتل بطعامه، تعلل لأنه قاعد بأكل ثلاث مرات، ما ذكرهاش هذا، ثلاث مرات النبي صار عليه ثلاث مرات، في الثالثة دعا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه، فبقي لا يشبع. نعم، لم يشبع معاوية، لم يشبع، لم يشبع طيلة حياته، يأكل في اليوم سبع مرات، يعرق يتعب، يقول عيته ولم أشبع، تعبت خلاص. السيوطي على ما أذكر، هذا قرأتها أكثر من 20 سنة أو ربع قرن، السيوطي قال وسمن وتشوه جسمه، جسمه صار شكل قبيح جدا جدا من السمن، وأول من سن الخطبة على المنبر يوم الجمعة أو حتى في الأعياد جالسا، يقول السيوطي وتشوه بدنه، جسمه تشوه. النبي دعا عليه قال لا أشبع الله بطنه. نكمل إن شاء الله أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل القصير.